وهذا سائل يقول: ما حكم الدين في حلق شعر الساق، وهل يدخل تحت حكم النامصة؟ لا بأس بحلق شعر الجسم للرجل والمرأة إلا الشعر الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وهو بالنسبة للمرأة الحاجبان، وبالنسبة للرجل اللحية والعارضان. وأما شعر الجسم فيجوز للإنسان أن يزيله رجلا كان أو امرأة. نعم، المرأة الحاجبان ورأس، رأس المرأة، شعر الرأس لا يجوز للمرأة أن تحلقه، ولا يجوز لها أن تجعله على صفة رأس الرجل. قال صلى الله، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم.